ممكن طبعا تفلت الانبوكس بتاعك. زي ما انت شايف انا بيجي لي الاف الايميلات لكن الانبوكس بتاعي ما بيبقاش زحمه، فده حاجه مهمه جدا. اول خطوه هتعملها عشان تعمل حاجه زي كده ان انت هتكريت فولدر جديد. تعال نتكلم مثلا ان سي بانل ده كانه ايه، كانه كلاينت عندنا. فانا هاجي هنا هنزل تحت خالص، ممكن يكون ده مش عندك تحت قوي كده بس انا عشان عندي حاجات كتير، بس عايز اوصل لاخر حاجه خالص اللي هي ايه، كريت نيو ليبل. فهكتب هنا سي بانل. ممكن تعمل للسي بانل ده بيرنت يبقى هو منه، وممكن يبقى هو ملوش بيرنت. تمام، يعني هو بيقول لك نيستد، عايز تنزله تحت ليبل من الليبلز الموجودة دي. لو تاخد بالك ان انا مثلا ابراج ده هو كان لما جيت عامل الليبل ده نزل تحت ليبل تاني اسمه ويب، لكن مثلا لو انا عايز انزل السي بانل ده يبقى لوحده ملوش بيرنت فهينزل كده، فهدوس كرييت. فكده هتلاقي بقى عندي في ليبل اسمه سي بانل، هو ده الليبل ده فاضي دلوقتي. تمام، انا دلوقتي لو عايز اي حاجة، اي ايميلز تيجي من سي بانل ده تروح اوتوماتيك على الكلام ده، هعمل هختار دول كده وهابلاي عليهم فلتر. فاقول ايه، فلتر مسجز لايك ذيس، وهاجي على الفلتر ده هقول له كرييت فلتر، مش عايز الكلام ده يجيلي في الانبوكس، فاقول له ايه، سكيب ذا انبوكس. تمام، وهينزل على طول في انهي ليبل بقى، هنا يفتح لك كل الليبلز بتاعتك فهتختار منها سي بانل. تمام، ممكن هنا تكاتيجوريز الايميل ده as a primary social update forms، بس دي مش خطوة مهمة قوي. الخطوة المهمة جدا هي ان انت اخترت الليبل بتاعه وهتدوس create filter. طبعا هتستعجب هتقول لي طيب ماشي، بس الايميلات هي لسه موجودة وسي بانل لو جيت وقفت عليه هلاقيه لسه فاضي. هقول لك ايوه، عشان هما دول كده اتكايد بيهم الفلتر، فاي ايميل تاني هيجي لك من المرسل ده هيروح مباشره للسي بانل، لكن دول هيبقوا محتاجين ان احنا ننقلهم دلوقتي مانيوال. فكده انا لو جالي ده الانبوكس بتاعي، لو جالي اي ايميلز دلوقتي على الانبوكس هتوصل اوتوماتيك على طول على سي بانل. طبعا ولما بيبقى فيه اي ايميلز مش مفتوحه جوه سي بانل هتلاقيه بيكتبها لك هنا اهو جنبها رقم بتاعها. شايف مثلا فيد كامب، انا عندي عامل فيد كامب فلتر فعندي 1600 ايميل جاي من فيد كامب. طيب افرض انت بقى كريت فلتر والفلتر ده كان فيه غلطة او انت عايز تلغيه، انت عايز ترجع الايميلات دي تجيلك جوه الانبوكس تاني مثلا ما يبقاش ليها الفلتر ده، فانت هتخش على الجير ده وهتخش على سيتنجز، هتلاقي هنا عندك تابس كتيرة جدا هتختار منها فلترز. هتلاقي الفلتر بتاع السي بانل اللي انا لسه عامله هو ده، هنقول له ديليت. كده انا مسحت الفلتر بشكل نهائي، وممكن اجي على سي بانل ده حتى لو انا مش محتاج الفولدر ده اكتر من كده، فاقول ايه، ريموف ليبل. هو طبعا اسمه ليه، انا بقول ليه فولدر عشان هو على، انا متعود على الاوتلوك، الاوتلوك مسميه فولدر فهو فولدر بقى ليبل يعني اي حاجة. بس كده،